أنواع التحرش كثيرة ومعروفة لدى الجميع، وقد تتعرض لها الفتاة وتسكت وما تقول شيء. إحنا قد نرصد ونشاهد العديد من حالات التحرش لزميلات في العمل، لكن في هذه الحالة إيش بيدنا نسوي واللي نقدر نسويه؟ راح نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو رنا الدكنان، محامية ومستشارة قانونية. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نورتينا. وجودك حبيبتي. كثير يحصل حالات تحرش في العمل وبعض البنات تسكت ما تتكلم، احنا في هالحالة كيف ممكن نسوي؟ كيف انا ممكن اثبت هذه حالة التحرش؟ طبعا انه تسكت وما تتكلم هذا غلط كبير على الجهات، المنشآت او الجهات الحكومية اللي عندها موظفين وموظفات ويضطرون في عملهم انهم يختلطون مع بعض. انه وضع تدابير واحتياطات بالنسبه لموضوع للحد من التحرش، وطبعا هذا الامر منصوص عليه بنظام التحرش. في حال وجود حاله تحرش هي ممكن تلجا للبلاغ الجهه اللي تعمل عندها، وممكن ما تتوجه مباشره للجهات الرسميه مثل الشرط بحيث انه تتحول القضيه للنيابه. في كلا الحالتين يعني هي تقدر لها الخيار، يعني اما انه تتخذ الاجراءين بانه تبلغ الجهه اللي تعمل فيها والشرطه، او تبلغ فقط تكتفي بالجهه اللي تعمل فيها حسب الشخص يعني هو ايش يبغى. اما بالنسبه للاثبات عاده يعني في الجهات العمل تكون في كاميرات او انه مثلا رسائل الجوال، هذه تعتبر اثبات، المكالمات المسجله، الايميلات في العمل، كل هذه يعني تعتبر وسائل اثبات. مش الموضوع وسيله الاثبات بقدر انه انا اخذ حقي او انه اثبت فعلا الحادثه. طيب احنا نعرف انه في حالات تحرش سواء للبنت او للرجل، اللي نبغى نعرفه انه ساعات يصير في حرج انه انا اروح مثلا ابلغ عن حالة التحرش اللي حصلت لي، يعني خوفا على الاسم او على السمعة، وخوفا كمان سواء البنت او الرجل، احنا نتكلم عن اثنين، وخوفا كمان انه يصير في شوي حزازات بالعمل انه هذه ترى قد اشتكت او تحرشت على فلان، فهنا بتصير ممكن انه يكلمونا او تصير يحكي عنا او يحكى عنا. طبعا هذا الامر يعني مقابل انه حاله تحرش حصلت لا شيء، nothing يعني. انا ما يهمني، انا اداء الوظيفي يهمني، ايش اديت ايش قدمت يهمني اكثر من انه انا قالوا عني انه انا بلغت عن واحد متحرش فعلا. والله ايش الغلط اللي هي غلطت اللي احنا نحكي عنه؟ انه مثلا يكون بالدوام نفسه انه يكون في عليها ملاحظه فتجلس انه كانه يضيق عليها الخناق، هذا غير نظام يعني مخالف للنظام. في حال انه قدمت شكوى او رفعت قضيه يعني انه في تطفيش تماما، يعني هذا من 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 باب التعسف. جميل. او الضغط يعني والاقصاء الوظيفي، فلا هي نظاما مخالف انه جميل. انه يتم اتخاذ اجراءات زي كذا ضدها. جميل. طيب خلينا نشوف معنا حالة عبر الهاتف. أسرار تعرضت لمثل هذه المواقف وحبت تروي لنا قصتها. مساء الخير أبرار. أسرار عفوا. مساء النور يا هلا. أهلا وسهلا أسرار، احكي لنا إيش اللي حصل معك في العمل. طيب أنا بحاول أني أختصر الموضوع. تفضلي. أنا تقدمت وظيفة في إحدى فنادق الخبر. للعلم أنه عندي يعني خبرة سابقة بنفس المجال. أنا أول ما توظفت عندهم قابلني تبع الـ HR شؤون الموظفين، وقال أنه أنت راح يكون معك موظف هندي والثاني أردني. قلت له نفس المكان؟ قال لي لا، هو في مكتبين. طبعا أنا تفضلي أنه أنا بمكتب وهم الاثنين بمكتب ثاني. نعم. بس لما باشرت العمل معهم طلع لا، انه انا والموظف الثاني الهندي بمكتب والاردني بمكتب لحاله، على اساس انه هو المدير علينا والهندي هو المسؤول عني انا. اوكي. اول ما توظفت قبل اسبوع كان اسبوع عادي جدا، كان الهندي اللي معي يعلمني على السيستم تبعهم وكان الموضوع ماشي. ثاني اسبوع بدا كلمات يعني ابدا غير لائقه للعمل. حاولت أن أوقف عند حده، حاولت أن أقول هذا الشيء مو كويس أن تقوله لي كسعودية. نعم. ما فهم يعني الموضوع أبدا. بعدها بأسبوع
قام يفتح موضوع انه عادة تتزوجين من جنسيات ثانية. اوكي. فكرت يعني انا فكرت كل واحدة على حسب يعني للأمانة ما عرفت اشرد عليه وقتها. اوكي. بعدها تمادى وقال لي لو انا اخذت جنسية امريكية هل تتزوجيني؟ قلت له لا مستحيل، لا تفتح معي هذا الموضوع مرة ثانية، وهذا الشيء اللي انت قاعد تقوله غلط، مو اي واحد تتقبله. طيب ما تحسي اسرار انه انت، شوفي خليني اقول لك، دائما لما يكون في موقف بدر ما يعجبك من موظف بالعمل، خاصة إذا كنتوا بمكتب واحد، يقولوا ليش أخذتي وأعطيتي معه بالحكي؟ المفروض إنه من أول مثلا ما قال لك كلمة ما عجبتك رحتي واشتكيتي. أنا اشتكيت، بس إنه ما اشتكيت بشكل مباشر، كلمت الأردني وقلت له أنا مش حابة إنه الهندي هو اللي يكمل معي تدريب، إذا ممكن أنت تعلمني. نعم. قال لي أنا أساسا لما جيت هذا الفندق جايبيني على أساس إنه أنا مدير استقبال وما أعرف أي حاجة بالحجوزات. نعم. فأنت تواصلي مع هذا الهندي. طيب. أنا مش فاهم حاجة في الموضوع. طيب. المهم بعدها بفترة. نعم. باشرت أنا عملي وجيت دوامي. الهندي اللي معاي فجأة كذا وقف جا عندي. أوكي. وهي كلمني قال لي عادي ألمس يدك؟ نظر فيه قلت له لا أكيد طبعا لا، ليش تلمس يدي؟ كملت أنا شغل على الكمبيوتر ما أمداني أكمل. إذا تبغى تسأليها رنا تفضل. أسرار معانا المحامية القانونية رنا راح تسألك سؤال، تفضلي رنا. لمس يدك المتحرش أو طلب يلمس يدك أو كيف؟ طلب إنه يلمس يدي، أنا قلت له لا لا تلمس يدي، على أساس تلمس يدي؟ وطنشت وكملت باقي شغلي، ما أمداني أكمل باقي شغلي. أيوة. إلا هم ماسك يدي وبقوة يعني بشكل غير لائق أبدا. وللأمانة يعني أنا لما لفيت تعذب وجهها، يعني ما أدري شو أقول. يعني قاعد يتهجم عليك؟ أي نعم. فأنا سحبت يدي منه على طول وقلت له أنا لاني أختك ولا أمك حسب تلمسني، وأنا راح أنزل الإتش آر أبلغ عليك الموضوع اللي صار. كم قال لي لا أنا أبغاك تشوفين إذا أنا بردان أو لا. يعني درجة الحرارة أنت يعني قصدك تقيسين درجة الحرارة. بلغتي طيب؟ أنا أي أنا هنا يعني عصبت عليه وطلعت. نزلت الإتش آر تحت وبلغت على الموضوع. قال لي ابشر ولا يهمك وإن شاء الله ما ذاك إلا كل خير، وأنا أتفاهم معه وأخذ الموضوع لازم معه. قلت له خلاص إن شاء الله. طلعت قلت له أنا ما راح أرجع المكتب إلا لما تفتح الباب أو تفصلني عنه. قال له خلاص ولا يهمك أنا أفتح لك الباب. الباب مقفل؟ أي الباب يتقفل لحاله، يعني مش من ناحية أفتح فيه قفل يرجع مكانه يتقفل. طب أسرار سوى فيك كل هالمواقف وقدرتي إنه أنت تجلسي معاه بمكتب واحد ومقفل؟ على الأمانة بالحالة لما يصير بيني وبينه موقف أطلع من المكتب ما أقعد فيه. كيف ترتاحي ثاني يوم انه انت ترجعي للمكتب وهو وانت عارفه؟ لانه انا دوامي مساء وهو دوامه صباح، فنتقابل انا وياه مدة 4 ساعات بس. نعم. اوكي. اي. رنا تحبي تسالي شيء؟ لا. لكن بالنسبة للتوجيهات يعني أنا راح أذكرها. أوكي. طيب صار فيه تحقيق مع الموظف، هل أنت قدمتي شكوى رسمية للجهة اللي أنت تعملين فيها أو قدمتي بلاغ للشرطة؟ أي قدمت بلاغ للشرطة وقدمت في مكتب العمل شكوى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كيف صار فصلك؟ يعني على أي أساس؟ صار فصلي. طيب. إيه؟ بعدها بيوم جاني موظف الشؤون الموظفين وقال لي حابة أتكلم معك، فتكلمت معه. قال لي أنت إيش تشوفين حل الوضع اللي بينك أنت والهندي؟ قلت أنا كمواطنة سعودية قبل أكون موظفة عندك أفيك تاخذ حقي منه يعني أقلها لو تعاقبة. صحيح. قال لي أنا لا حاكم ولا قاضي، إذا تبين روح اشتكي بالشرطة أو اشتكي بالمحكمة وصلها للي تبين. يقول قلت أنا مو حابة أشتكي، أنا أبغى حل الموضوع ودي هنا. يعني أنت فاهمة إنه البنت السعودية أو المواطنة السعودية إنه خط أحمر ما يتعدى عليها لا بكلام ولا بلمس. صحيح. يعني أنت عاقبة بس هنا، يعني أقلها أقسم عليهم يومين أو إنه فهمت. لا 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 يا طيب أنت بعد النقاش هذا يعني إيش؟ أنت غلطانة يعني معلش اسمحي لي، إيش يعاقبه هنا أو يخصم عليه يومين؟ إيه؟ ما دام ان هو تجرأ وسوى الموقف ده معاكي، ممكن لو جات وحده ثانيه غيرك واشتغلت في نفس مكان شغلك ممكن يرجع ويتحرش فيها من جديد. لا
صح معك حق رنا. طيب. هذا أنا اللي شفته كمبدئيا يعني، لأنه هذا الموقف أول مرة يصير معي، لأن أنا من قبل مشتغلة وما صارت معي هالمواقف. أوكي. فهو قام قال للموظف شؤون الموظفين، قال له روح اشتكي للشرطة، أنت ما راح تستفيدين شيء أصلا، لأنه القسم اللي أنا حاطك فيه ما في كاميرات. وأنت أساسا ما عندك شهود، يلا تفضلي أنت مفصولة. أوكي. بعد قال لك إنه أنت مفصولة. فصلي. أنت فاصلني على أي أساس؟ قال لي أنا فاصلك لأن المشكلة بينك وبين الهندي. طيب. ورقة الأضعف. إيه طبعًا يعني الهندي أهم يعني. إيه. إيه للمعلومية لما قلت له طيب عطني راتب الشهر، قال لي خذيه من مكتب العمل. أوه. بعد حتى راتب الشهر ما أخذتيه. لا ما أعطاني إياه. نزل اسمي من التأمينات ما أعطاني راتب الشهر. إلى الآن؟ إلى الآن. طالما هي أصلًا في قضية منظورة عادةً في المكتب العمل أو في وزارة في المحكمة العمالية. راح يتم يعني حساب راتبها اللي ما سلمت إياه. مش القضية الفصل يعني، بقدر ما أنه أصلاً الجهة أخطأت باتخاذ الإجراء الصحيح. كان الأولى أنه فتح تحقيق، حتى لو كانت الموظفة تدعي ذلك كاذبة، يفتح تحقيق تأخذ أقوالها وأقوال الموظفة والموظف المتحرش، وبعدها يتوجه الموظفة في حال أنها رغبت أنها تتوجه للجهات الرسمية، تتوجه للجهات رسمية بتقديم بلاغ يعني خارج التحقيق اللي حصل داخل الجهة. طبعاً أنا معلش سؤال عفواً عن المقاطعة، لأن أسراء لسه برضو معانا على التليفون. أسراء أنت معانا لسه صح؟ إيه نعم. طيب أسراء أنا حسيت من كلامك إنه أنت في حاجة خايفة منها، يعني أنت تعرضت الموقف تحرش فيك وحاول يلمس يدك بأي شكل وبأي طريقة. أنت لما رحت تكلمتي مع الـ HR أو مدير شؤون الموظفين، مجرد انك انت قلتي له حاول انك انت تعاقبه، حاول انك انت تتخذ معاه اجراء لو انك تخصم له يومين او توقفه عن عمل يومين، ايش في حاجه رنا انت اسرار خلتها ممكن يعني خلت اسرار تخاف انها تروح حاجتها للوظيفه؟ بالضبط. حاجتك للوظيفه اسرار؟ اي نعم. طب في الاخير ما استفاد يعني هالايام الامانه مو يعني مش اي حد يلقى وظيفه بسهوله. صحيح بالضبط. طب في الاخير ايش استفاد؟ وغير كذا احب اقول لكم حاجه. ترى بعد ما فصلني بيوم بالضبط اتصلوا علي 5 مرات قاعدين يتفاوضون معي على اساس انه يعطوني 3 رواتب مقابل انه انا اتنازل عن العمل الهندي. يعني بيساوموكي، دخلوا في مرحله مساومه معاكي. وهذا الشيء اللي يعني ما ادري ايش اقول الصراحه. طيب رنا خلينا ناخذ هذا الموضوع، او خلينا نشكر اسرار. طيب وتسمع اسرار ايش الاجراءات اللي لازم تسير؟ طبعا الاجراءات عاده المشكله جريمه التحرش اثباتها ما يكون سهل تماما طبعا، لكن في مكان العمل بالعكس، لانه غالبا ما يكون الشخص لحاله، ممكن الشخص هذا تحرش يكون مع اكثر من شخص اخر او تحرش باكثر من شخص اخر. بالاضافه لانه غالب الاماكن العمل تكون فيها كاميرات تسجل. ما في كاميرات وهي الحاله معه في مكتب. طبعا انا اضعف الايمان اطلب من الجهه او الشرطه انه تطلب من الجهه احضار او تفريغ الشريط صحيح الكاميرات تحرش فيها. طبعا في حال انه ما في كاميرات هذا مخالف للنظام، فانا اوقع عليهم غرامه وبكذا يكون تحملوا غرامه كجهه اهملت في هذا الامر. طيب. بالاضافه الى انه يعني هو شرط من شروط البلديه انه يكون في كاميرات. الامر الاخر انه أنتم ما فتحتوا تحقيق في الموضوع هذا، فأنا ممكن أدعي عليهم أيضا من ناحية الإهمال وإهمال حقها كمان يا رنا. إيه؟ صحيح إنه دحين صارت المكاتب العمل مختلطة، لكن ما تحطني متر في متر في غرفة مقفلة. هذه كمان خطأ على يعني المنشأة. أصلا هو مخالف لنظام مكافحة التحرش، يقول لك يجب على صاحب الجهة أنه يحقق أو يضع يوفر بيئة عمل مناسبة، سواء هذا في نظام العمل أو في نظام التحرش بجملة أخذ التدابير الكافية. فما أنت ما أخذت التدابير الكافية بأنه أنت حطيت متر في متر موظفة مع موظف في غرفة متر في متر، وين التدابير؟ ومسكرة كمان. يعني أنا ما أحتاج أنا كمتحرش بها إثبات أكبر من هذا الإثبات. طيب رنا، الآن في كثير من بنات أكيد أنها مثل أسرار تعرضت للتحرش وما في كاميرات،
في هالحالة أنا لما أروح أشتكي أنا شلون أثبت إن فيه صار حالة تحرش؟ أضعف الإيمان، أنا أسجل، أضعف الإيمان، أسوي أي شيء، أتكلم مع واحدة من صحباتي بالعمل بأنه تصور توثيق، ما في إشكال. طبعا هو ما حيعتبر دليل كامل القطعية، لكن على الأقل يعتبر قرينة. بس مو أنا ما يأخذوا فيه بأغلب الأوقات؟ لا يأخذوا فيه، بس يعني كإثبات عادة ما يكون إثبات قوي، هو يعتبر قرينة وليس دليل. ما في إشكال، يعني أنا أثبت حقي يعني بأي وسيلة أقدر أثبت. هو كون إنه حطهم في مكان واحد مغلق صغير ما وفر بيئة عمل مناسبة، هذا بحد ذاته بعدين المتحرش غالبا يعني ما يتحرش بشخص واحد ترى، يعني يتحرش بأكثر من شخص وتكون في سمات يعني، وأكثر من شخص يسكتون بالضبط. وهو أصلا أكثر من شخص يلاقي مجال إنه هو يتحرش فيهم ويسكتون. ما شاء الله هذا المتحرش بالحلال يعني، يجي يقول أنا أبغى أتزوجك بالضبط. أنا لو أخذت الجنسية الأمريكية يعني هو يتهمها بالعنصرية وأمور زي كذا، إنه هي رفضت عشان هندي يعني أنا يخطر على بالي، معلش لن أسألك إياه على السريع. بالعادة يعني كثير من الناس يحاولوا يستعملوا منصبهم السلطوي أكثر، يعني حتى لما تجيكي في قسم الموارد البشرية ولا الـ HR مدير، يعني ايش ابغى كيف ابغى احاسبه؟ لما يكون مدير هو ياخذ اعلى عقوبه في حال ثبت ضد التحرش، ياخذ اعلى عقوبه في حال تحرش بطفل او تحرش في معاق برضه ياخذ اعلى عقوبه. لكن بالنسبه لجهه العمل اذا كان مديره وهي مرؤوسه يعني ويتحرش فيها فراح ينال اعلى عقوبه. لكن الاثبات طبعا وسيله الاثبات مهمه جدا. حرص الموظفه انه انا ارفض اعمل في مكان زي كذا صحيح، هذا شيء مهم. يعني أنا ليش أفتح لنفسي مجال أنه أنا أدخل؟ أحياناً يا رانا يكون الحاجة للمادة هذه لابد أنها ما في إلا هذه الوظيفة. أنا بيني وبينهم عقد، في حال أنهم أخلوا بالعقد وأخلوا بالنظام موجودة المحكمة وتحكم ببقية العقد المتبقية. القانون لا يحمي المغفلين، بما أنه تحرشت بالضبط. أو سمعتي كلمة مرة بتسمعينها مليون ألف مرة بما أنه واحد تحرش فيك كررها لا تسجل له ولا أي شيء يعني. أكيد إحنا نتمنى أنه القانون يأخذ مجراه وأكيد تأخذ حقها أسرع. إحنا شاكرين لك رنا على وجودك. العفو. شكرا. مشاهدينا فاصل بنرجع.